دوما ما كانت تؤمن شركة الاتصالات السعودية بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو القاعدة الاستراتيجية لتطوير الأعمال واتساع نطاقاتها المحلية والعالمية. ومن هذا المنطلق حرصت الشركة على تطوير القيادات والمواهب الواعدة ورفع مستوى الارتباط المهني للموظفين وبناء بيئة مؤسسية ناجحة وثقافة عمل جاذبة. تقدم لنا شركة الاتصالات سبل لتطوير بيئة العمل. نعمل بروح الفريق الواحد، هدفنا خدمة متميزة للعملاء. نتشارك في البناء مثلما نتشارك في النجاح، نعمل جاهدين لتحقيق الأفضل. وقد تخللت السنوات الماضية قفزات تنموية تطويرية لمنطقة الأحساء شملت كافة المجالات العملية والتشغيلية بما فيها الترفيهية، فقد أنشئ نادي رياضي بالأحساء يعنى بمنسوبي الاتصالات السعودية ويهدف إلى إيجاد روح عمل ممتعة وجذابة وصحيحة، تفعيل الأنشطة الرياضية بأنواعها المختلفة، تقوية الروابط الاجتماعية وأواصر الانتماء والولاء للشركة، الإسهام في تكامل بناء شخصية الموظف للمستقبل، القضاء على أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى أبنائهم بالنفع، نشر الوعي الرياضي والاجتماعي والتثقيف الصحي. وفرت شركة الاتصالات في منطقة الأحساء أندية رياضية تستخدم كترفيه للموظفين وأبنائهم. الأندية عبارة عن صالات رياضية مغلقة وصالة جلوس وبرضو مسبح بالإضافة إلى الملعب الخارجي، كل هذا لتعطي أريحية للموظفين وزيادة النماء لديهم، بالإضافة إلى هذا تقدمها كخدمة اجتماعية بالتعاون مع القطاعات الحكومية في منطقة الأحساء والجمعيات التعاونية. ولم يقتصر اهتمام الشركة بمنسوبيها عند هذا الحد، فكان من أولى مسؤولياتها الاجتماعية تلك الموجهة نحو مجتمع الشركة الداخلي، فقد أطلقت الشركة عدة مبادرات وبرامج خاصة بالموظفين كونهم أولى شرائح المجتمع التي يفترض أن تلامسهم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة. وقد كان ذلك من خلال مشاريع مستمرة لدعم الموظف وخلق بيئة عمل نموذجية كمجتمع متعاون ومتكاتف، تشجيع العمل التطوعي لدى الموظفين، تنظيم عدة مشاريع تهتم بأسر الموظفين وذويهم. حرصت إدارة الشركة متمثلة في الإدارة العامة للمناطق والمتابعة وحرص شديد من سعادة العضو المنتدب في خلق بيئة عمل متميزة للعملاء الداخليين في الشركة، وكان الهدف من اليوم المفتوح هو الارتقاء بتجربة العملاء الداخليين. منذ أن التحقنا بالعمل في شركة الاتصالات السعودية وجدنا أننا يوما بعد يوم نعيش بين عائلة كبرى، نتبادل المسؤولية والمحبة فيما بيننا جميعا، ونسعى جميعنا جاهدين مخلصين في أعمالنا لأننا نعمل من أجلنا ومن أجل شركتنا، شركة الاتصالات السعودية. شكرا السيسي. شكرا السيسي. شكراً STC. شكراً STC. شكراً STC. شكراً STC. شكراً STC. شكراً.